طبعا انا بشوف حضرتك دلوقتي ابتديت تهتم بالسوشيال ميديا. طبعا محمد هنيدي سابقكم من زمان وكل شويه كان يكتب بوستات ويلعب معاكم ويعكسكم كلكم. اخبار السوشيال ميديا ايه مع حضرتك الفتره دي؟ انا اخيرا بقالي دلوقتي شهر سلمت السوشيال ميديا لشركه متخصصه للسوشيال ميديا، فمعتمد على الله وعليهم، لانه لو انا اللي هتصرف دي هتبقى يبقى ولا هتقدم فيها خالص ولا اي حاجه خالص. وانا اصلا اصل اللي يسلم نفسه للسوشيال ميديا هيضيع عمره وهيضيع وقته مش هيستمتع بحياته ولا بشغله، وممكن دي يعني تاخد عمره كله كده اوانطه. لان هي مهمه، بس مهمه لايه وهتستفيد منها ازاي ومضره في ايه؟ بقى حاجات كتيره جدا يعني. فلا، احنا هناخد الحاجه المفيده واديتها للشركه تبقى يعني هي قادره بقى هي قادره بقى تتصرف يعني.